اهلا بحضراتكم من جديد. هنروح لكره السله رجال، وزي ما قلت لحضراتكم عندنا فرق بتستعد للسفر لخوض المنافسات. عندنا فريق كره السله رجال بيستعد للبطوله العربيه ان شاء الله اللي هتتلعب في الكويت في فتره من 5 اكتوبر الجاري الى 15 اكتوبر. الفرقه ان شاء الله مسافره بكره الى دوله الكويت الشقيقه. خليني اقول لكم ان طبعا مستر اجوستي بوش اختار 14 لاعب هيروحوا مع الكويت، ولكن اللي بيلعب البطوله 12 على ما اعتقد، بيتسجل 14 بس كل مباراه. يمكن لائحه البطوله العربيه مختلفه شويه، انت ممكن تسجل 14. اتذكر البطوله اللي فاتت كان فيها 14، ولكن مع بدايه البطوله بقوا 12 لاعب فقط. ال 12 لاعب دول هو اللي هيلعب بيهم البطوله. طيب خلينا استعرض لحضراتكم مين اللي سافر، وطبعا في 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 ظهور طبعا المحترف اللي هيلعب معانا فقط البطوله دي فكوادي. خلينا استعرض لحضراتكم الاسامي اللي هتسافر ان شاء الله وبعثه النادي الاهلي من اللاعبين. عندنا سيف سمير كابتن الفريق دلوقتي بعد اعتزال طبعا ابراهيم الجمال ومودي الجرحي. سيف سمير، محمد ابو النصر، ايهاب امين، عمرو الجندي، احمد مهيب، عمرو زهران، عمر عزب، مروان سرحان، عمر طارق، احمد اسماعيل، مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر، البورتريكو والتر هوج، النيجيري مايكل فكوادي. دي بعثتنا اللي مسافره. طبعا هيبقى طبعا اكيد من جوه ال 12 والتر هوج وفكوادي، وهيبقى فيه اكيد 10 لاعبين مصريين. الفرقه الحمد لله الحمد لله يا رب مفيش اصابات، بيتمرنوا بانتظام. يمكن كان في تجربه مع سموحه يوم الخميس اللي فات، ودي كانت اخر التجارب بطوله ماتش ودي مع سموحه في صاله الامير عبد الله الفيصل، سموحه اللي بيقودها كابتن فادي هاني، وانتهت بفوز النادي الاهلي 78-66. وخلينا اقول لكم انه طبعا الفريق استعد ببطوله القاهره. بطوله القاهره لعبنا فيها 4 ماتشات، كان اخرها ماتش الانتصارات اللي الصور دي منه كان في مركز الاولمبي في المعادي. مباراتين جامدين يعني، شايف المباراه برضو مش مباراه قويه جدا، ولكن مباراه كافيه انه يجرب كل اللعيبه، خاصه ان مفيش عناصر جديده بالفريق. بالمناسبه هي نفس التيم السنه اللي فاتت، مفيش صفقات جديده. يمكن والتر هوج هو صاحب خبرات يقدر يتاقلم مع اي وضع في الملعب. فكوادي ما كانش غريب عن الفرقه، لعب معانا البطوله العربيه اللي فاتت. باقي الاسامي هي موجوده زي ما هي، مفيش اي جديد. الاهلي طبعا انا قلت لحضراتكم فاز على سموحه 78-65، والاهلي حامل اللقب البطوله اللي فاتت، والاتحاد السكندري مشارك من مصر ايضا في هذه البطوله. مجموعتنا مين؟ مجموعتنا الميناء اليمني، الغرافه القطري، الرياض اللبناني. وبالمناسبه ده ترتيب مبارياتنا، الميناء اليمني، الغرافه القطري، الرياض اللبناني. انا شايف ان الغرافه القطري والرياض اللبناني المباراتين على قوه واحده، يمكن الرياض اللبناني ممكن يكون افضل شويه نتيجه اللعيبه الخبره اللي فيه والمحترفين الاجانب اللي على مستوى عالي، ولكن الغرافه القطري قريب جدا من المستوى. فاذا مهم جدا نطلع اول مجموعتنا عشان نبعد ان احنا نتصادم مع احد الفرق القويه في الادوار اللي بعد كده، سواء دور ال 16 او دور الثمانيه، ما اعرفش ان شاء الله هنعرف نظام البطوله، ولكن بتهيألي دور الثمانيه على طول. اتمنى نبعد عن الفرق القويه عشان يبقى طريقنا الى الفاينل يعني سهل. خليني اقول لكم البطوله اللي فاتت قابلنا الاتحاد السكندري في قبل النهائي، ودي كانت طبعا مفاجاه، وكان نهائي مبكر لان احنا المباراه خلصت بعد اكسر تايم، انما في مباراه الفاينل كان مع الكويت الكويتي، وكانت نتيجه الفوز مريحه يعني، من الكوارتر الثالث فرقنا بشكل جيد عن الكويت. ولكن البطوله السنه دي قويه جدا، كل الفرق دعمت بلعيبه قويه واستعانت بفرق من فرق اخرى محليه في انديتهم في دورياتهم يعني، وفرق كبيره جابت محترفين على مستوى عالي اغلبهم لعب في الام بي اي سابقا. فاذا البطوله قويه، ولكن خليني اقول لكم او استعرض معاكم ايه البطولات اللي هيشارك فيها النادي الاهلي السنه دي ككره سله. خلص ان شاء الله البطولة العربية، هنرجع من البطولة العربية هنلعب دوري المرتبط. دوري المرتبط هيبتدي يوم 19/10 على ما اتذكر معايا الجدول، هيبقى دورتين مجمعتين، واحدة في القاهرة واحدة في اسكندرية. بعد المرتبط هيبقى فيه يا اما السوبر المصري يا اما كأس مصر، بس اتوقع بيبقى السوبر المصري، وبعد كده بتلعب كأس مصر، وبعد كده بنخش على السوبر المصري او دوري السوبر. في المنتصف هيبقى الباسكت بول افريكان ليج او بطولة افريقيا مجموعة النيل، وبنسبه كبيره جدا النادي الاهلي اللي هيستضيفها. يعني مجموعه النيل بتبقى مصر او فرق مصر، جنوب السودان، رواندا، كل الفرق دي بتشارك بشكل تصفيات بتبقى غالبا بتتلعب في مصر، وغالبا باحتمال كبير يعني. انا كنا قعدنا وصادفنا طبعا مستر امادو احمد امادو رئيس البال الافريقي، واتكلمنا معاه عن اذا كان البطوله هتيجي او تصفيات الباسكت بول افريكان ليج هتبقى في مصر. هو قال انا عايز اجيبها طبعا، ولكن بيبقى في امور من شركاء من رعاه من امور معينه، لو اتحسمت هتيجي مصر، وهيكون طبعا اكيد يعني مصر او النادي الاهلي هو الفريق الوحيد المشارك، فطبعا جماهير النادي الاهلي هتؤازر الفريق بشكل جيد. النهايات بتكون بنسبه 100% في رواندا. في اتفاق
ما بين الاتحاد الرواندي والباسكت بول افريكا ليج والدوله الروانديه، ان المباريات النهائيات كلها تبقى في رواندا، وحتى في دعايه كبيره على تيشيرت كل الفرق المشاركه. يعني قصدي اقول لكم انه الباسكت بول افريكا ليج هي بطوله هتبقى موجوده في شهر ابريل، تصفيات النهائيات هتبقى الله اعلم امتى، ولكن دي من ضمن البطولات اللي احنا مشاركين فيها. فاليد عندهم مجموعه كبيره جدا من البطولات، نفس الكلام كره السله. الطايره هو البطولات معروفه، بقاش فيه اشتراك في الدوري كاس السوبر المصري، عندك بطوله افريقيا، بطوله عربيه ان لو لعبت او اتلعبت او شارك فيها النادي الاهلي. يعني هم خمس بطولات انت يعني بتشارك في افريقيا اكيد، دوري وكاس هنا في مصر وده سوبر مصري، يعني هم اربع بطولات، قد يكونوا خمسه لو شاركت في بطوله عربيه. ما عندناش في السيدات بطولات كبيره غير في بطوله كره السله سيدات، ممكن يشاركوا في افريقيا. كره اليد ما اعرفش سيدات، بيتهيألي مش هيشاركوا لا في بطوله عربيه او افريقيه، ما فيش اخبار عن حاجه يعني، ما سمعناش، او البطولات دي يعني ما فيهاش. بالنسبه للكره الطايره سيدات لا، نفس اللي بيمشي على الرجال بيمشي على السيدات، فهم عندهم من اربع لخمس بطولات على حسب البطوله العربيه هتتلعب ولا لا. ده كان بسرعه كده اختصار عن البطولات اللي احنا هنشارك فيها، وطلعنا من خبر كره السله رجال والبطوله العربيه الى مجموعه البطولات اللي هنشارك فيها ان شاء الله.